لجينا ديالي قلت لها مزيان 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 ودابا غنخليها ترتاح ووجدت داك باش غادي نورقها خلطت شويه زبده مارغرين مع زيت نباتي عاديه وهذا دقيق ديال الفينو رقيق باش غادي نورق به غادي نخليها ترتاح دابا ونعاود ثاني نرجع نوريكم كيفاش جينا ارتاحت غادي نبدا نقطع الكور على حسب بغيتهم كبار ولا صغار انا غادي نديرهم غير على قد البيضه تقريبا غنبقى هكا تنكمل العجينه ديالي ومن بعد نورقو الكوريات ديالي هما ارتاحوا دابا غادي دهنت هاد البلاصه باش ما تسخلياش دابا غندوي على بركه الله التوريق كنديرو بالزبده والزيت شويه اللي خاصها تكون رقيق ندير شويه هكا ندهنها بشويه هكا ونشرطها رقيقه ونعمل الله يسهلو وغنجمعها بحال هكا شويه عليها نعاود ثاني ندهنها مزيان وندير ليها شويه السميده ونلويها شويه بالفن هكا بحال هكا ونحطها ترتاح بحال هكا نعاود ثاني نفس الشيء الاخر ما كتشوفوها ارتاحوا مزيان طلقوا السميدة ونشرط شرط رقيق في حالة لبنت لكم شي وحده دايره عاودوا شرطوها
ونجمعهم فعلا كاين هكا. دهنهم ثاني شويه باش ما يلصقوش هكا هكا هكا، ونحطها حتى اختها هانتوما. غنبقى على هذه العمليه هذه حتى نكملها كلها على قولولها بشوية هكا. هاهما هي ساليتهم، دابا غادي نخليهم تاني يرتاحو واحد شوية، نقرصهم ونطيبهم مباشرة في المقلة الثقيلة. لا دابا غنبدا نرمي السمنة ديالي هكا، مغاديش نغرف بزاف من زين تبغيك تقول من كيزيد شوية كنبدا نحل فيهم بيديا بحال هكا. هانتوما شوفو العملية كنديرها باش يتحلو هاكي شويه بالسيف يبو، الا حليتهم قبل كي كيتهرس ها الحليه يعني الصباح هاكا هي شتي نتوما شوف كتجي مفركة شتي شتي الخليطة هاكي شويه نحل الحلاقة بشوية هكا حتى كنكملهم نغمر
شويه ليا حيت هذاك الدقيق اللي كنت درت هو اللي كيساعد على الملح الحلو ما كيسقوش مزيان ها نبدأ نقص عليها مزيان يبقى شويه كذا مزيان ليه بالماء باش ما نهرسوهاش نبقاو على هاد القضيه حتى نكملو المسمن ديالي هو طيبتو درتهم صغيورين هانتوما كتشوفوهم مفرك رقيق هانتوما ما جاش معجن هانتوما ها غنحل لكم حتى تشوفوها انتم شو كي كتشوفوا كتجي رقيقه تجي مزيانه هادي غير حليتها باش نوريها لكم المهم خرجت لي كميه كثيره جبانيه ونص الحرش وجبانيه ونص الفورس خرجت لي هاد الكونتيتي كلها كنتمنى يعجبكم الملوي ديالي الملوي كيشبه شويه رصه القاضي ماشي حيت فيها شي ماشي غليظ بزاف ها نتوما كنتمنى تجربوها وتغطوا عليا الخبر يعجبكم هاد الشيء بزاف بزاف ما جاش معجن وجا كروستيون ماشي بحال المسمن اللي كنديرو كيكون هي بالفورس كيكون معجن شويه هذا جا مقرمل خصو شويه العسل والزبده وعلى بركه الله شكرا في فيديو ثاني مرحبا